كنرحبوا بالسيد هامل الإقليم، سيد كاتب العام، مدير العام لمؤسسة طنجة المتوسطة، رؤساء المصالح الخارجية، رؤساء الجامعات الترابية، اليوم كيف ما كتشوفوا كتواجدوا على شاطئ الدليه بجامعه القصر المجاز اقليم فاس انجرا اللي كترفع فيها اللواء الازرق للمره التاسعه. هذه العلامه الايكولوجيه الدوليه تمنح للشواطئ المنخرطه في مقاربه للسياحه المستدامه اللي تم احداث ديالو سنه 1987 وتبنته مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه سنه 2006. الاهداف كيف ما كتعرفوا هي اهداف عامه، انتقلوا من الاهداف العمل الى الاهداف الخاصه. الاهداف اللي هي ضمان واحد الفضاء صحي وامن للمصطافين وحمايه الساحل وتحسيس باهميه الحفاظ على البيئه بالشواطئ ورفع مستوى ديال شواطئ المغرب الى افضل المعايير الدوليه. وطبيعه الحال كما باش ما نساوش نخصوا الذكر بالسياحه المستدامه، هنا على شاطئ الدليه كنقوموا بواحد كنشتغلوا عليه واحد فتره معينه اللي كان باش نعطيو واحد النقاط او نوفروا واحد الفضاء اللي هو كيتمثل في واحد جوده ديال المياه ديال المياه ديال الاستحمام، كاينه الجوده ديال الرمال واحداث الفضاءات للانشطه الترفيهيه والانشطه اللي هي عندها علاقه بالبيئه الانشطه البيئيه. اللي كان هاد السنه هذه حديثنا واحد متحف بيئي للاطفال. وشنو نسينا؟ سكر. اسهل السكر ارا نغنيوها. واشربك تكتك. واشربك تكتك. ياسربك تكتك. ياسربك تكتك. ياسربك تكتك. السنة الثانية كنشتغل مع جمعية الساحل التربية والثقافة هنا بشاطئ الدلية في تقديم واحد مجموعة العروض حكائية وعروض مسرح الفردي للمرتادين ديال الشاطئ. كنوعيهم فيها بالجانب ديال الحفاظ على البيئه وضروره الاهتمام بالبيئه ديالنا وانها عنصر اساسي للاستمرار ديالنا. كانت تجربه ناجحه مع الجمعيه، وحاليا كنقوم بواحد مجموعه ديال العروض داخل الوطن يعني في مختلف الشواطئ ديال المملكه للتعريف بضروره الحفاظ على شواطئنا وعلى مياهنا نظيفه من الماده ديال البلاستيك اللي هي كتشكل خطر علينا كمواطنين ولا على الشواطئ ديالنا وعلى الحياة البحرية. السلام عليكم. هو الشاطئ الدالية هو شاطئ معتبر مهتدف من طرف الزوار لما يتميز به من مرافق وخدمات وموقعه الاستراتيجي تماما. لهذا نستهدفه من بين أهم الشواطئ المملكة. المرافق كامله يعني كاع داكشي اللي يقلبوا عليه الزوار كيلقاوه من زعما كاع المرافق ولا سيكوريتي توتال يعني سيكوريتي توتال نورمالمون. كاين الامن، كاين الطيبوبه ديال الناس اللي فيه، لو كالم، الموقع، كاع داكشي اللي يقلبوا عليه الزوار غيلقاوه في شاطئ الداليه. البحر هو بحر زوين صراحه، كتشوف ما كاينش الامواج، بحر زربيه تقدر تعوم في خاطرك، تقدر تعوم في عائلات وليدات صغار. كنجي من مدينة قنيطرة، واخا كاين البحر في قنيطرة ولكن كنجيو للبحر الدالية. أنا بلال، كنجي دائما في الصيف هنايا وكتعجبني الدنيا. بلايا نقية وفيها ميتر ناجور وإسبانيا هي فين هي وبلايا نقية صافي. وكنشكر جمعية الدالية مع العائلة وكلشي، كلشي كاين، ألعاب، كلشي أنشطة، كلشي كاين، مكتبة، كلشي كاين، كلشي منظم. وهذاك